الجماهير خلال هذه المباراة، ولكن بطبيعة الحال دائما المباراة ستكون واعدة على مستوى العطاء بين الطرفين. إذن هذا ما نتمناه، أن تكون هذه المباراة مباراة واعدة. لا بأس مشاهدينا الكرام أن أذكر بالنتائج التي حققت في المباريات الأخرى. من أبرز النتائج جمعية المنصورية، تابعوا الآن هذه محاولة صالح فريق الاتحاد البيضاوي، هذه كانت محاولة يوسف هراوي كحكم رابع وحكم الفار. دائما ضربة جزاء، ضربة جزاء مع بداية هذه المباراة، ضربة جزاء مع بداية هذه المباراة لصالح فريق الاتحاد البيضاوي. قلت بأن العموم سنتابع وفرصة والهدف، إذن الهدف لصالح فريق الاتحاد البيضاوي. بن طيق محمود يسجل الهدف، وبالتالي بداية مبكرة، بداية مبكرة لهذه المباراة. بداية في اتجاه رضوان كروي، رضوان كروي الآن يبحث عن تسديد، يبحث عن تسديد ورفع الاتحاد البيضاوي. على محاولة كانت خطيرة، محاولة خطيرة. ياسين نجيمة غادي ينفذ الآن كرة عالية غتكون أقرب للحارس صار. أعتقد بأنه الحارس صار ما غتكونش عنده إلى حدود هاد الفريق. نتابعوا الآن، ولكن كان هناك تسلل، كان هناك تسلل، كان هناك تسلل، كان هناك تسلل بي. خطأ فادح، خطأ كان فادح لياسين نجيمة. ياسين نجيمة كاد أن يهدي محاولة حقيقية للتسجيل. و يكيبيك بريق شباب السوالم ضغط قوي ومحاولة التسديد والتدخل. بطبيعة الحال أكيد بأنك ستبحث عن أن تسجل، وهذا هو الأمر الذي كان عملية 1-2. هذه محاولات لم تستغل بالشكل الجيد، وهذا هو الذي تابعنا. حاول رضوان الكروي، ولكن شاهدوا يعني كاين تكتل خطيرة جدا، خطيرة جدا، والحارس صار موسى. هذه محاولة التوغل وضربة رأسية تعاقد مع فريق. تابعوا الآن هذه محاولة، هذه محاولة، ولكن لقطات الاستعراض هي بطبيعة الحال. تابعوا الآن خطأ، خطأ، والحكمة حكمة كت خطأ وورق. كانت خطيرة هذه المحاولة لفريق شار مطيب، ومحاولة التمرير. تسديدة وتدخل صار مرة أخرى، ضغط. خطيرة، خطيرة هذه المحاولة من فريق الشباب. عمر بوطيب يبحث كرة، والهدف الثاني بناء هجومي منسق جميل، وسوفيان عريس يختم هذه العملية الجميلة بهدف ولا أروع. قلت بأنه الجولة الثانية ستكون